قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزات. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا الكرام جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة يا خوتي. في هذا الخبر راح نهاجموا واحد الدول ما نشمل فيه نتكلموا عليهم واللي هما دول الخليج، اللي راهم الان حسب ظنهم راهم هاجموا الجزائر في الامم المتحدة. هذوك الدول اللي يركعوا لامريكا الان راهم يتكلبوا على الجزائر، دول جعلتهم امريكا كالدمية بالنسبة لها، تتحكم فيهم كما حبت. هذه حقيقتكم يا الخليجيين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خاوتي وصلوه 4000 لايك، زكارة في كل واحد يكره الجزائر، وزكارة في هذو الاعداء اللي راهم الان يتحدوا ضد الجزائر ومرمدوهم في التعليقات، بهدلوهم يا خوتي ما تخلي والو. خبر اليوم خوتي تعلق بتصريحات للسعودية وقطر بالأمم المتحدة عن الصحراء الغربية. هذه التصريحات اللي كانت عبارة عن مغالطات، عبارة عن أكاذيب، وكل هذه الأكاذيب على بال من يقف وراءها، لأنه يقف وراءها المطبعين، يقف وراءها أناس باعوا الذمم تاعهم. وإن قلنا أن السعودية ما هيش مطبعة، ولكن في حقيقة الأمر صدقوني يا خوتي أنها أكثر من المطبعين في العلن، يوفاق يا الخليجيين على بالنا كامل تطأطئ رأسها للصهاينة. هذه حقيقتكم يا الخليجيين ولازم تعترفوا، وكلنا يعلم يا خوتي ما هي القضية اللي راهي في الوقت الحالي تمثل الترند في كل الدبلوماسيات تاع العالم، واللي هي قضية تاع الشعب الصحراوي، القضية الصحراوية. وما دام هذو الدول راضخين لأمريكا وللصهاينة، فاعلموا يا إخوتي الكرام أنهم سيكونون راضخين للمخزن أيضا. حيث كشفت مصادر يا خوتي أن كلمات الممثلين الدائمين لبعض الدول الخليجية بالأمم المتحدة الخاصة بالصحراء الغربية، هنا نحكيو عن السعودية وقطر، مجرد مهاترات ومغالطات سخيفة لتضليل رأي العام الدولي، صادرة عن دول ساهمت بشكل كبير في التشرذم المستمر للعالم العربي. هذه حقيقتكم، انتوما سبب ضعف العالم العربي، انتوما سبب التفرقة في العالم العربي، انتوما نزيدوا لكم المخزن. بعد كلمات الممثلين الدائمين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالصحراء الغربية، شددت مصادر على أن هذه التصريحات هي في الحقيقة أسطوانة قديمة تقليدية وموسمية من كلمات وتلحين المخزن المغربية وأداء بعض الدول الخليجية، تحمل في طياتها العديد من التناقضات والمغالطات، تهدف إلى تضليل رأي العام الدولي كلما أدرجت قضية الصحراء الغربية العادلة على جدول أعمال المجالس واللجان الأممية. بالطبع هذا الكلام اللي رانا نتكلموا فيه يا خوتي هو كلام الدولة الجزائرية، كيف ردت الدولة الجزائرية عن طريق الإعلام تاعها. نكملوا خوتي في الخبر. وبالرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بتبعية الصحراء الغربية إلى السيادة المغربية، إلا أن هذه الأصوات تتعالى من حين لآخر بإعاز من قائد الجوق المغربية للتعبير عن مبادئ سامية كالسيادة والاستقلال والوحدة الترابية، هي التي لا تدرك تاريخيا المعاني السامية لهذه المبادئ، بل تخلت عنها تماما من أجل ضمان حمايتها من قبل قوى خارجية. نفس الكلام اللي كنا نتكلم عليه أن هذه الدول مطأطئة رأسها لأمريكا والصهاينة. تصوروا يا إخوتي الكرام أنه ترامب في واحد الخطرة في خطاب على المباشر أمام كل الأمريكيين، وش قالهم؟ قالهم أنه كنت راقد نضت استفقت من النوم، وإذا بي حبيت دراهم ندخلهم لبلادي، جاء في بالي الملك تاع السعودية، فإذا به يحمل الهاتف ويعيط إلى الملك تاع السعودية، قال له نحتاج 400 مليون أورو حالا، قال له جيبها لي درك. قال لهم وبالطبع كانت عندي بعد بضع ساعات فقط من الاتصال. وترامب هو يضحك أمام كل الأمريكيين. نسقسيكم إخوتي، هل كاين إهانة قد هذه؟ هذه السعودية اللي تدعي أنها واقفة مع الإسلام واقفة مع الدول العربية المسلمة، وفي حقيقة الأمر هي أول المتآمرين ضد هذه الدول. نكملوا الخبر خاوتي. تتسارع بعض الدول في فتح دكاكين تسمى قنصليات في الأراضي المحتلة، وأضافت المصادر بأن هذه الأصوات التي تتسارع في فتح دكاكين تسمى قنصليات في الأراضي المحتلة بتمويلات مغربية تضرب عرض الحائط أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
التي تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار، وسبق أن شبلت تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مع وضع الترتيبات الكاملة لتنظيم العملية، بدءا بإقرار وقف إطلاق النار القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو طرفي النزاع دون سواهما في عام 1991. كما تتجاهل هذه الأبواق الموسمية على سبيل التذكير ما أقرتها وبشكل نهائي محكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 1975 بأن روابط بين الصحراء الغربية للمغرب وموريتانيا غير وثيقة ولا تصل إلى السيادة، وذلك أثناء خضوعها للاستعمار في الوقت التي تحتفظ فيه بلادنا الجزائر بحقها للتصدي وبقوة لهذه المحاولات اليائسة والدنيئة. لا تعتقد مصادرنا بأن الجزائر سترد على هذه المهاترات والمغالطات السخيفة الصادرة عن هذه الدول التي سبق وأن ساهمت بشكل كبير في التشرذم المستمر للعالم العربي الذي احتل على مدى العقد الماضي ولا يزال افتتاحيات واسعة لنشرات الأخبار الدولية بسبب الأزمات الداخلية التي ساهمت هذه الدول في إشعالها في سوريا واليمن وليبيا والسودان والعراق ولبنان، في الوقت الذي تبقى فيه عاجزة عن الدفاع عن مصالحها الحيوية في صراعاتها الإقليمية بل حتى في محيطها المباشر. كما راكم تشوفوا هنا الجزائر قصفت قطر، نعم قطر، عن طريق قناة الجزيرة هي اللي ساهمت في إشعال سوريا واليمن وليبيا والسودان والعراق، كل الدول اللي صارت فيها فوضى كانت من تدبير الجزيرة، والجزيرة هي قناة قطرية 100%. نكملوا خوتي، فضلا عن الانقسامات، إضافة إلى الانقسامات والنزاعات التي تعارض وتتعارض مع مفاهيم الوحدة العربية الإسلامية، ولا داعي لتذكير بالقرار الأخير الصادر عن الكونغرس الأمريكي القاضي بتمسكه بالشرعية الدولية وبمنع إقامة قنصلية أمريكية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والذي جسد رفضه للمقايضة التي أعلن عنها الرئيس السابق ترامب حول سيادة مغربية مزعومة على الصحراء الغربية مقابل الاعتراف الرسمي بإسرائيل من طرف المغرب. أخيرا نتفق مع كل من هو حريص كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار ورفض المساس بالمصالح العليا للدول أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطنية، فلنباشر بتطبيق هذه المبادئ السامية على الشعب اليمني الشقيق الذي انتهكت سيادته وأرضها واقترف في حق شعبه المجازر الدموية التي تجاهلها المجتمع الدولي على غرار حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيرها. الفقرة الأخيرة يا خوتي موجهة مباشرة إلى السعودية، كما على بال السعودية ما تفعله في اليمن من مجازر دموية وظلم للشعب اليمني، الآن الجزائر راح تزيد تجبد هذه القضية في كل خراجاتها الدولية. واستناوا يا خوتي العمامرة ورد الدبلوماسية الجزائرية، هذا مجرد بيان صحفي فقط صادر عن الدولة الجزائرية، فما أدراك بكيف سيكون رد العمامرة والدبلوماسية الجزائرية. يا الخليجيون خلطوا فينا، فاستعدوا باش تتبهدلوا كيما خاوتكم المخازنة. ونقولوا يا خوتي لأبناء خيرانصة وهذوك الناس اللي راهم يقولوا باللي ما كانش مؤامرات ضد الجزائر، نورمالمون الان راك فقت، راك عرفت باللي كل الدول الان راهي متحدة ضد الجزائر، ضد قرارات الجزائر. المهم انه كلمة الجزائر ما تكونش مسموعة، هذا حسب ظنهم، ولكن رد الدولة الجزائرية سيكون بثقيل وثقيل، واستناوهم في قادم الايام. المهم خوتي خليوا لنا رايكم في التعليقات وبهدلوا هذو الخليجيين وردوا عليهم بالواحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.